وعايز أقول أن قوى الصاعدة الحقيقية ليست هي فقط القوى التي صعدت إلى الحكم. وأنا بأثني على ما أشار إليه الأستاذ وضاح في هذا الشأن، أن كل القوى التي يمكن أن تقبل بالقوى الأخرى وتقبل بشراكة وطنية واسعة هي قوة صاعدة، حتى ولو لم تكن تتصدى إلى مسؤولية الحكم في هذه اللحظة، لكنها دائما مؤهلة أن تكون شريك وطني. ومن هنا سأتحدث عن القوة الصاعدة، ولا أستبعد من هذه القوة القوة الليبرالية المصرية، وهي قوة لها تاريخ طويل في مصر قبل ليس ثورة 25 يناير، لكن ربما قبل ثورة 52. وهدخل مباشرة إلى التحديات من خلال يعني مثل أعتقد أن كل إخواني المصريين والعرب يعرفونه جيدا. في الأفلام المصرية أو العربية بين قوسين، أفلام الأبيض في السود، دائما هناك نهاية كلاسيكية معروفة، وهي التي تسمى النهاية السعيدة. هذه النهاية السعيدة عادة ما لا نفكر ماذا سيحدث بعد هذه النهاية. يعني مشهد الزواج بين البطل والبطلة، لا أحد يفكر ماذا سيحدث بعد هذا الزواج. هل سيحدث انفصال؟ هل سيحدث شجار؟ هل سيحدث توافق وسعادة؟ الحقيقة أنا بعتقد أن المشهد في مصر يوم 11/2/2011، وهو يوم رحيل رئيس السابق مبارك، هو تجسيد لهذه النهاية السعيدة لفيلم أظن أنه كان أسود في أسود ليس أبيض في أسود، استمر 30 سنة. لكن ماذا بعد هذه النهاية؟ هل هناك أحداث سعيدة أم أن هناك أحداث ليست كما كنا نتمنى؟ حين لم يكن لدينا رؤية واضحة للمشهد التالي، للمشهد السعيد برحيل الرئيس مبارك، فارتكبنا أخطاء واسعة ودفعنا أثمان مبالغ فيها بشدة، بينما كان يمكن أن ندفع أثمان أقل لهذه المرحلة الانتقالية التي استمرت تقريبا عامين وبضعة أسابيع. عايز أنتقل من هذا المثال إلى مقولة أعتقد أنها لها علاقة بتقييم موقف القوى الصاعدة. هذه المقولة لبيتر بيتهارت، وهو رئيس وزراء تشيكي سابق، كان معارضا ثم تولى رئاسة الوزراء أظن من 90-92 بعد الثورة التشيكية. قال أن الأضواء كانت تسقط علينا قبل الثورة، لكنها الآن تسقط على ما لم نتمكن أن نحققه. وهذا يعطي انطباعا سلبيا عن المراحل الانتقالية ومراحل التحول. ومن هنا أدخل إلى التحديات التي أشارت إليها الندوة أو الملتقى في عنوانها التحديات الداخلية والتحديات الخارجية. لدينا بالفعل تحدي خارجي، وأنا سأتحدث عن الخارجي باعتباره الأسرع وإن كان الأكثر تأثيرا في هذه الأيام في مصر. لدينا تحدي خارجي أننا لم نكن نرى كيف ينظر إلينا المحيط الإقليمي والمحيط الدولي، وإحنا منهمكين في ساحة ميادين التحرير في مصر في أيام الثورة الأولى. كنا نتصور أو كنا ننبهر بالانطباع الإيجابي حول مظاهر الثورة المصرية في البداية، ولم نكن نرى أن هناك مشاعر غير إيجابية لدى أشقاء وأحباء ورفاق في المحيط الإقليمي. كان لديهم مخاوف مشروعة، كان ينبغي أن نفكر فيها جيدا، كان ينبغي أن نوجه رسائل إيجابية أكثر فأكثر لكل أشقائنا في المحيط الإقليمي. لم ننظر بشكل حقيقي لطبيعة العلاقات السابقة بين نظام كان عمره 30 سنة مع أنظمة أيضا بعضها يعني يمتد ل 300 سنة. لم نتصور أن بعض هذه الأنظمة ترى أنه جزء من الوفاء لأصدقاء الماضي هو إجهاض تجربة الحاضر في وطن يحلم بمستقبل أفضل. التحدي الداخلي هو تحدي أوسع وأكبر وأخطر، لأنه تحدي يمتد إلى مستوى أصدقاء الماضي الذين تحولوا إلى أعدقاء الحاضر والمستقبل.
تلك العلاقة الجدلية الصعبة بين القوى السياسية المصرية التي ترافقت في معظمها في ميادين التحرير في مصر وقت الثورة، ولكنها لم تملك آليات هذا التوافق في مرحلة ما بعد الثورة. لا شك أن هناك صراعا حقيقيا بدأ واضحا بين القوى السياسية المصرية، كما أشرت بعضها يؤمن بالديمقراطية وبعضها يتصور أن الديمقراطية هي أن يحكم منفردا منعزلا عن الآخرين. وأنا هنا برضو بأشير إلى كلام الأستاذ وضاح خنفر بشأن مسألة ضرورة أن يفهم من يفوز في الانتخابات أن لديه التزام باستيعاب من خسر هذه الانتخابات. القوى الصاعدة التي حكمت لم تكن قادرة على إحداث ما يسمى بالشراكة الوطنية الواسعة، وأيضا القوى الصاعدة التي لم تحكم لم تكن قادرة على إدارة علاقتها مع القوى التي حكمت بطريقة موضوعية لا تمس مصالح الوطن بل تسري هذه المصالح. الواقع أننا دخلنا في لحظة صدام حرجة جدا، لأن التوافق السياسي في مصر بدأ ينعكس واضحا على الحالة الأمنية بما ينعكس بأكثر وضوحا على الحالة الاقتصادية. لدينا تحدي حقيقي في شأن التحول. لقد تنكبنا الطريق، بدأنا بجدلية الدستور أولا أم الانتخابات أولا، وهذه الجدلية ما زالت مطروحة رغم أن التجربة في بعض الدول التي بدأت الدستور أولا لم تكن أكثر يعني جودة من الحالة لدينا، ولم يكن لدينا خيار العودة للدستور 71 كما يطرح الآن أو اليوم أو أمس في ليبيا العودة للدستور 59. لم يكن هذا الخيار متاحا لثورة تريد أن تتخلص من دستور ومرحلة وكل ما يتصل بها، ولم يكن أيضا لدينا خيار الدولة المدنية في ظل حكم انتقالي عسكري لم يحسن إدارة هذه المرحلة. التحدي الأخير في تقديري هو التحدي الاقتصادي. لن ألجأ إلى طريقة لا أحبها وهي إلقاء العبء على الماضي، وأن مصر في مرحلة تدفع ثمن فساد سنوات وتدفع ثمن إخفاقات سنوات، لكن الحقيقة أن هذا جزء من الواقع علينا أن نعترف به. ولكن ماذا فعلنا في 26 شهر تقريبا لإنقاذ هذا الواقع من أو هذا الأمر الواقع ودفعه إلى التقدم إلى الأمام؟ لم ننجح في هذا، لم نقدم بالفعل ما يمكن أن يطمئن الاستثمار بشكل واضح لكي يعود إلى مصر وتكون حافظة الاستثمار إيجابية وليست سالبة. أيضا أعتقد أن هناك من لا يرغب من قوى اقتصادية كانت موجودة قبل الثورة، من لا يرغب في المساهمة بشكل حقيقي في تجاوز الأزمة الاقتصادية. كان لدينا موازنة ضعيفة وهزيلة وضيقة، كان لدينا مصادر للدخل للأسف لا تذهب إلى الاقتصاد الرسمي بقدر ما تذهب إلى الاقتصاد السري، لدينا نقاط ضعف كثيرة لم نستطع حتى الآن أو لم ننجح حتى الآن في تحويلها إلى مصادر قوة. أني حديثي مؤكدا أننا كقوة صاعدة في مصر بالفعل لم ننجح، بالفعل لم ننجح، لكننا بالفعل لم نفشل. وأعتقد أن الشراكة الوطنية الواسعة وأن الشراكة الإقليمية الواسعة التي من أجلها نأتي إلى هنا وهناك، أنا بعتقد هي السبيل الوحيد كي نحول عدم نجاحنا إلى نجاح قادم على المستوى السياسي والاقتصادي إن شاء الله.